في لقاء من طرف واحد، الهلال ينتصر على الخليج بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن لقاءة الجولة 21 من منافسات دوري عبد اللطيف جميل. الهلال لم يترك مجالاً للخليج لإحداث أي فعل يصعب مهمة الأزرق، حين استغل يوسف السالم خطأ حارس الخليج من عرضية سالم الدوسري ليسجل هدفاً أزرقاً مبكراً. الهلال حاول مضاعفة التسجيل، إلا أن رأسية الميدا ذهبت سهلة ليد مسلم الفريج. ياسر الشهراني يلعب كرة على الميدا ليخلصها الدفاع، تصل للمتمركز سالم الدوسري ليسدد الكرة بكل قوة في شباك الفريج. من هنا يتفجر سالم إبداعا، كرة مررها صنعها بسرعته والثانية بمتابعته. الهلال يواصل الضغط، الشهراني يصوب والعارضة تقف عائقا عن هدف هلالي ثالث. الخليج انتظر 33 دقيقة ليحدث ردة فعل، كرة خطرة وبوبا يتباطأ، دفاع الهلال يشتت الكرة. في محاولة دفعها أضعها أمين بوبا، ما تصرف صح مع الكرة الماضية، كانت كرة خطيرة للخليج. خطأ للخليج، بوبا يصوب بين أحضان شراحيلي، بعدها هدوء يجتاح اللقاء قبل أن يطلق القرني صافرة نهاية الشوط الأول. في الحصة الثانية لم يكن الحال مختلفا، سيطرة زرقاء وتوهان خلجاوي، الميدا يضيع فرصة هلالية، ركنية الخليج تتوه عن رؤوس لاعبيه، عرضية عبدالله السالم لم تجد من يستثمرها، الميدا يلعب كرة عرضية تجد رأسية الشلهوب وهدف هلالي ثالث. تسديدة للخليج لم تصل الشباك، القحطاني يصوب كرة ثابتة، خروج خاطئ من شرحيلي وبوبا يخطئ طريق الشباك. محمد القرني يطلق صافرة النهاية بفوز هلالي ووصول للنقطة 47.